الخير، انا دكتوره مروه سعيد، انا مدرس طب الاطفال كليه طب جامعه اسكندريه. انا تخصصي الاضطرابات العصبيه والسلوكيه عند الاطفال. انا النهارده كنت بتكلم عن المبادئ العامه للتربيه الايجابيه، وكنا بنتناقش عن الاطفال اللي عندهم مشاكل سلوكيه زي الطفل العنيد، الطفل اللي عنده بيخش في نوبات غضب شديده، الطفل ما بيش بيسمع الكلام. كنا بنحاول النهارده نتكلم في الاسباب اللي بتخلي الاطفال يتصرفوا سلوكيات زي دي. طبعا الكلام ده بعد استشاره طبيب، وبعد ما نتاكد انه ما فيش اي نوع من انواع الاضطرابات السلوكيه او النفسيه عند الطفل، وبالتالي بنحط الطفل ده انتوا مشاكل تربويه. والحل في الحالات اللي زي دي بتبقى إرشاد أسري للطفل أكتر منه تدخلات للطفل نفسه. لا بالعكس، ده بيبقى محتاجين تدخلات للأهل مش للطفل. اتكلمنا عن كذا مبدأ النهاردة. المبدأ الأولاني اللي اتكلمنا عنه إنه أنا لازم أتعلم إزاي أتحكم في انفعالاتي وفي تصرفاتي وفي غضبي قبل ما أطلب من الطفل إنه يتحكم في نوبات الغضب بتاعته، لأن الأطفال مراية لأولياء أمورهم، مراية البابا ومراية الماما. الطفل اللي بيتربى في أسرة عصبية بيطلع طفل عصبي، اللي بيطلع في أسرة عنيفة بيطلع طفل عنيف، اللي بيطلع مع أم عنيدة ومتشبثة برأيها بيطلع طفل عنيد. ودي حقيقة علمية، إن أنا عندي خلايا مرارية، الخلايا المرارية دي بتخلي الطفل يكتسب الصفات اللي بيتربى فيها. هل في جينات عند؟ هل في جينات عصبية؟ في، لكن غالبا مش هتظهر إلا لو في عوامل بيئية تساعد على ظهورها. وأهم هذه العوامل البيئية هي تصرفات بابا وماما، اللي هم الأقرب على الإطلاق على الطفل والأكثر تأثيرا على الإطلاق على الطفل. المبدأ الثاني من مبادئ التربية الإيجابية اللي اتكلمنا عليه النهاردة، إنه في أغلب الأحوال المشاكل السلوكية اللي بيعملها الطفل بيكون ليها أهداف وراها تانية، فالأهل بيتسرعوا وإن هم يعاقبوا الطفل مرة واحدة على السلوك الخاطئ اللي هو عمله ده. لكن لو احنا شفنا كده السلوك الخاطئ بتاع الطفل ده ممكن يكون ليه وراء أهداف كتيرة قوي. دكتور أدولف من زمان خالص، أول من وضع مبادئ التربية الإيجابية، كان حط المبادئ دي في أربع حاجات أساسية. المبدأ الأولاني إنه الطفل محتاج اهتمام زائد. يعني إيه اهتمام زائد؟ الطفل ما بيعملش الواجب غير لما ماما تكون قاعدة معي، أول ما ماما تقوم من جنبي أنا ما بعملش الواجب ده، لأن النص ساعة دي هي الوقت الوحيد اللي ماما بتقعد معايا فيه، غير كده ماما مشغولة في مليون حاجة بعد كده. رقم اتنين، الباور أو الطفل اللي عايز يفرض شخصيته، أنا مش هعمل الواجب علشان أنا مش عايز أعمل الواجب. وده غالبا بنشوفه في الأطفال اللي معاهم أم أو أب عناديين ومتشبثين، هو بيعطوش أي اختيارات للطفل اللي هو يقوم بيها. الهدف الثالث اللي ممكن يكون وراءه الريفنج، الانتقام. الام بدون طبعا ما تكون بدون وعي بتهين الطفل بشكل او باخر، اما عن طريق انها بتقلس عليه، بتديله تعليقات، بتقارنه ان دايما انه شوف انت عملت ايه، بص انت غلطان في كذا وانت غلطان في كذا. ممكن الاهانه دي تكون لفظيه، ممكن تكون جسديه، فالطفل يبتدي يعمل حاجات بس لاغاظه الام والاب، وتلاقي الام والاب بتقول لك انا بحس ان هو بيعمل كده عشان يغيظني. الهدف الرابع والاخير هو الطفل اللي عنده انعدام في الثقه بالنفس، وده غالبا بتحصل لما الاهالي يبتدوا يقارنوا الطفل ده ما بين اطفال تانية زي اخوه وابن عمه وابن خالته، يبتدي الطفل يحس انه انا مش هعمل الواجب لان انا مش هعرف اعمل الواجب. ودي جزء من المبادئ اللي غطيناها النهارده، وان شاء الله يعني نبقى نحاول نغطي المبادئ الاكثر والوسائل اكثر مره تانية ان شاء الله.